سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لك الحمد، ومنك الفرج، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله على كل من آذانا، وعلى كل من ظلمنا، وعلى كل من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن مكر الماكرين، ومن عدوان المعتدين الغادرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها واحة للخيرات والبركات، سالمة من الشرور والآفات. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها، وأمنها واستقرارها ورخاءها. اللهم عليك بمن أرادها بسوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اكفنا شرورهم، اللهم اهتك أسترهم، وافضح أسرارهم، وأفشل خططهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رموز أمننا،
اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم، ووفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظهم من فئات الضلال يا ذا العظمة والعز والجلال. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.